جديدك. شو اسوي لك فطور؟ شو عاجبك اليوم؟ معوده ما ببالي شيء معين، اي شيء يسوي. مثل كل مره تقول لي اي شيء يسوي وعلى الفطور تحكي علي وكوما. اي غير انت وين ماكو شغله انا ما احب اسوي لي اياها. زين نسيتك. هو شفتك ما شفتك قلت اكيد نسى. قلت شي حد موجود؟ لا عمي من الصبح طلع ويا اصدقائه. اقول لك شلوني قمت جوعان اليوم؟ طبعا اي غير ما استحارت عدل يلا لا تدير بال ما ضل شيء على الفطور. تقولي لي ايش بيج؟ يومية عاطلة، يومية عاطلة. بس أنا أعرف هذا بالليزة حاط عينه عليك. أخ. السلام عليكم. سلام على بكرم. ها؟ أم الباتري نايم؟ يا أخي يا باتري ما صار لي سنتين المشتري. هذا حالة من حالك، 24 ساعة نايم. أنت واحد ابن على الثاني، عم تمشونه لو روح المدير أقول له. اللهم طولك يا روح، ترى مالي خلق. أستاذ نظفتك المكتب؟ يا ويل كنت من الصبح. تنتظرني اجي يلا تنظف؟ ما اريد لا تنظف لي. استاذ على كيفك؟ شو معصب؟ ابو كريم عوفني ترى الدنيا طالعه من عيني وصايم، وعوف حتى هذا المكتب لا تنظفه، يلا روح. دهك مشي معامله الرجال، شوف اذا ما بيها شيء مشي. انا هذا المراجع ابد ما مرتاح له، وش ماله صبحت بوجهه؟ ابراهيم يا معود بطل سوالفك هاي، يعني بشرفك ثلاث ساعات انتظرك وتقول لي هسه اجي؟ اياي لسه مالتك؟ غير عندي شغل شو اسوي بين ما كملت البيدي خو انت كل عمرك مستعجل يعني انا النهار كله بالدوام ما يصير تنظيفي كله من اجي أكرم 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 يما قوم راح تتأخر على المحاضرات صباح الخير حجي صباح النور يا الله يا الله أقول لك فلاح ما شوف لك شارة ويا ابنك صار لك كم يوم نوم للظهاري لا دوام كلية لا يدري كلية تشبيهها ما بيها فلاح شو وقت تضب لابنك وتربيه ابنك دا يمشي بطريق عوج وصار لك كم يوم دا يغيبه من الكلية عندك علم لو ما عندك أنا أعلمه خليه يصبر لي ولك أكرم أكرم لك دوم روح لكليتك لا أصعد أشمرك من فوق يابا ما تقول لي شكون قاعدين من الصبح يعني واحد حتى بشهر رمضان ما ينام يا نوم هذا نوم الظهاري ودوامك وكليتك لكن منين تجمل الدوام مو عندك كليه ومحاضرات يابا ماكو محاضرات ماكو دوام منا ورا شهر رمضان على كيفك عيني على كيفك خطيه راح يموت من الخوف تقوم انطير زين يما احنا الطلاب اتفقنا بيناتنا ما نداوم منا ورا شهر رمضان انت عارفين شهر رمضان والصيام ما نقدر حلو والله ما شاء الله هسه راح اخابر رئيس القسم مالتك هو كان طالب يمي وطلعت كذبه مالتك استاذ منذر استاذ منذر اي هذا استاذ منذر السلام عليكم استاذ منذر شلونك انا استاذك ابو فلاح مو استاذ منذر ها العفو نايم لا 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 تقعدينه خلي نايم قولي له استاذ خابر عليك عود خلي خابرني ولا رمضان Thank you.
هسه ايش قد نهايتها؟ والله ابو بسام تعرف بعد التشهر رمضان والاسعار نار. رمضان شو له علاقه بالاسعار؟ هاي وين لقيتها؟ سيارتك تعبانه، يراد لها محرك، تايرات، كلش تعبانه، قل ايش قد نهايتها؟ ابو بسام اتمن قبل رمضان بيش وهسه بيش، والطماطه بيش وهسه بيش. ادري جاي اشتري من عندك طماطه لو سياره، ما تقول لي شنو قضيتك؟ قل لي ايش قد سعرها؟ ابو بسام نهايتها شده، يعجبك لو ما يعجبك براحتك. عيني يخلص شهر رمضان وتنزل الطماطه واشوف لي سياره. براحتك براحتك. الله وياك. تمام، ممنون، ممنونك عيوني، ألف سلامة عباس. بشر بيش صار الحمص؟ نازل إن شاء الله نازل. أي نازل، ما صاعد. يا الله، الله يبشرك بالخير. الحمد لله، الحمد لله، يا الله. قل لي سؤال بروح أبيك. جوابه مكرم. أنت عندك هنا أسواق لو بورصة، أشو صار لك ساعة كل ما أجيب لك حاجة تقول لي أشوف البورصة، شنو سالفتك؟ هو آني؟ لو هم كل ما يجي رمضان هي هاي سالفتهم. يا عيني تفضل 3500. هسه غير اعرف العالم ايش بيها، اقول له شهر رمضان والاسعار نار، اقول لي شو لها علاقه الاسعار بسيارتك؟ بالله هذا شلون حكي هذا؟ هو انت لازم تبيعها باستحقاقها، اذا تشوفها غاليه نزل شويه، هو هم جارك. ادري شنو جاري يعني يخسرني؟ ولو انت حقك ما تدرين، لا تدرين بضيمي ولا بقهري وش قد اصرفهم ومين اجيبهن ومين اوديهن ابد. اقول لك دعوا في هذا الموضوع وقوم خلينا نجيب كم حاجه من السوق. خو انت بس صرف، جيب 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 جيب، دمرتوني. وما سولف لك حجي، انت اشتري شي سندومي يقول لي خابر البورصه وكان انفتح لك بي. قلت له ولكم انتم شنو ما تخافون الله؟ هذا شهر رمضان، بدال ما تنزلون الاسعار تحطون عينكم على الفقير انه فوقات تتخبلون. عافية عليك ابن فلاح، لا تسكت على الباطل ولا ترضى بالحرام. شو اسكت حجي؟ انت تجيب ابراج دي فر فر. وانه باني شنو البارحه سهران على فيلم مال بروسلي وجت ببالي هاي الحركه الصاروخيه، التجيبه بالصاروخيه وشيل شيل. ادري بيك سبع بس مو لهالدرجه. ما تحملت حجي ما تحملت. يا الله يا الله. اقول لك يمه دسمعين ابوي جاي يقول؟ اي يمه داسمع ايش دا يقول. بس والله عاشت ايده مبهذلهم وتبهذل. ايش عبالك لعاد؟ هذا ابوك قدها وقدود. انتوا بس لو مخابريني كان شافتكم شو اسوي. ما يحتاج، ابوك يكفي ويوفي. زين اقول لك يوم ورا هاي كلها نزلن السعر مو؟ لا وين؟ ها اروح له؟ اقعد اقعد واسكت، وين رايح؟ اروح اجيب الزياده نحاسبها عليكم. يا زياده بس تريد تنهزم، يلا قوم قوم حضني بالثلاجه. وانا جايبيني بس للكراب. اقول له الطماطه ياخذ هذا، شلون بي اني هذا الولد موتني. ألف الحمد لله أشكر ربي، الحمد لله أشكر ربي. عشان حجيب ما كذت. الحمد لله ابني خير من الله، واحد يأخذ كفايته إيش كافي. عمي خاف الفطور ما عجبك. عجيب قعد، أنت أصلا ما متسحر. ابني إحنا ما نصوم حتى نرجع نفسنا بالأفطار. يا الله بسم. يا الله ما قصدكم. صح الكلام صح بس ما يطرف لي. هلا بأكرم، شو
واليوم صودة لازم نثقل بالفطور. اي والله عمو اليوم اكلت هواي. بالعافية. سلام عمو. تعال وين رايح؟ خل اشوف ايش قصر سعره بالبورصة. عمو الله يخليك، هسه احنا بنص الليل وانا اكو بورصة. وول ستريت هسه فتحت. شلون؟ ايه هسه الصبح بوول ستريت. اصبر. ابراهيم قوم غسل. قويلي ايش قد اكلت حتى ما اقدر اتنفس. الف عافيه، اللهم ديمها من نعمه علينا، بس ترى غلط هالقد تاكل. يا معوده دخل اقوم اروح اشوف المسلسله. ادري ورا الفطور غير واحد يقعد يصلي يقرا قران لو يتفرج مسلسلات. دقوم اقوم اسوي لي شاي وخليني اتنفس شويه. قويلي شلون ترسيتها ترسي؟